مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه الكريمه جدا دي، وانا احمد علاء طبيب اسنان وامين مساعد الامانه المركزيه للشباب بحزب مستقبل وطن. تابعنا حضرتك في اكتر من مره بتتكلم عن نوع حروب تعرضنا ليه كان بيستهدف طمس الهويه المصريه علشان يترتب عليه احداث بعد كده يقدر من خلالها قوى معينه تزعزع الامن المصري او تروح بينا في مناطق معينه. النهارده الشباب الصغير الموجود او من سن الطفوله يمكن من اول الادراك من 3 أو 4 سنين متساب لقوى مختلفه هو وحظه، حلوه او وحشه زي ما نصيبه هيجي تزرع افكار جواه. ازاي نقدر نحافظ على شبابنا من الحته دي؟ وايه دور الدوله وايه دور المجتمع؟ وكمان يا فندم معلش سؤال تاني، احنا لو كنا على وعي باللي هيحصل في اوقات معينه ما كانش حصل وادركناه بعد ما حصل، ازاي يكون عندنا حس نقدر ندرك بيه الخطر القادم او شكل الحرب الجايه اللي بتتغير بمعدل سريع جدا وفي فترات قصيره؟ وشكر جدا لحضرتك يا فندم. طب انا هقول لك على حاجه يا احمد، انت بتتكلم على التطور اللي حصل في وسائل الاتصال وفي الاعلام، وانت متحسب ان ده يكون ليه تاثير على النشء الصغير، فضل الاستريح، على النشء الصغير، وانه ممكن يبقى ده يعني يعمل تشظي للشخصيه المصريه، والكلام ده احنا محل اعتبار. لكن عايز اقول لك على حاجه، لازم تعرف ان التطور اللي بيحصل في الدنيا دي مش خارج السيطره، مش خارج ايه، واحنا بنبقى عايز اقول لك على حاجه، انت ما حضرتش في سنك وكتير من اللي موجودين هنا عدا يمكن بعض اللي في الصف الاولاني، حتى مش كل الصف الاولاني، ما حضروش الوقت اللي ما كانش فيه تلفزيون، في ناس قاعده. انا حضرت الوقت اللي ما كانش فيه تلفزيون عشان ما حدش صحيح، وساعة لما جه التلفزيون كانت القناه قناه واحده وكانت بتخلص بدري جدا الساعه 10 في الاول وبعد 12 وبعد قناتين وكده، فكان وقتها برضو يا احمد الناس بتقول ايه الكلام دوت هيكون له تاثير سلبي جدا على المجتمع والناس مش هتشوف شغلها وهيعمل تشظي اللي انت بتقوله دلوقتي. ومر 50 أكتر من 50 سنة على الموضوع، أكتر من كم؟ من 50 سنة، والدنيا ما حصلش فيها ده. لأن أنا قلت كلمة مهمة قوي من يومين، قلت الإنسان هو الحاجة المخلوق الوحيد اللي يدمر وإيه ويبني، ده ما فيش في الدنيا غير الإنسان اللي يقدر يعمل ده، ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حاجة حب بيها الإنسان وكرمه بيها على سائر المخلوقات. ممكن مخلوق يبقى ماشي في الغابة يكسر شجرة ما يعرفش يصلحها، لكن الإنسان ممكن يحرق غابة كاملة ويرجعها تاني. فأنا عايز أقول لك بس عشان تبقى مطمئن، وده دي إجابة عامة، دي إجابة عامة، إن اللي إحنا فيه ده في العالم كله مش بس هنا، هتجد إن وكأن العقل الجمعي الإنساني، العقل الجمعي الإنساني عامل زي بيقدر يمتص ويتفاعل مع الحالة دي ويعيش وما يضيعش. احنا هنا في مصر طب نعمل ايه؟ خلي بالك ادوات بناء الوعي في المجتمع ما بتتغيرش، البيت جزء منه، البيت ايه؟ جزء منه، الوسائل الاعلام جزء منه، سواء كانت رسمية او لو ما اعترفتش ان كلامكم مع بعضكم على مواقع التواصل ده جزء من الحاله اللي موجوده، يبقى انا بعمل كده. الحاجه الثانيه هي المدرسه والتعليم، ده جزء ثالث. الرابع هو المدرسه، اسف، هو المسجد او الكنيسه او المعبد اليهودي او اي دار عباده اخرى غير الثلاثه دول، هم دول اللي بيشكلوا او بيساهموا في بناء الوعي. قد تزيد يعني يزيد عنصر ويبقى أكثر تأثيرا عن عنصر تاني في فترة ما، وأنا شايف إن أنتم متحسبين من ده دلوقتي. لكن عايز أقولك على حاجة، يعني لما كان حد يكلمني في يقول يا فندم الإعلام ما بيتناولش الإنجازات اللي أنتم بتعملوها، كان بيتقال كده، فكنت أقول لهم ما تجوش بالكم بالموضوع ده خالص، مش معناه إن أنا بغفل ده، لكن النهاردة مش كلنا بنتفرج،
مش كلنا في وقت واحد بنشوف يعني حاجات كتير قوي. فحتى لو في خبر بيتشاف مش شرط ان كلنا نشوفه في وقت واحد، صعب. لكن اكيد لو انت ماشي في قريتك وانا بعمل شغل في قريتك هتشوفه. ده مش محتاج ان انا اقول لك ايه في قريه كذا في الحته الفلانيه بنعمل كذا، لا انت هتشوفه. فانا النهارده حجم العمل اللي بيتعمل فين 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 في مصر، في كل مصر، في كل ايه، خلاص تشكل اول حاجه شك حاله من الرضا النسبي لدى المواطنين على الدور اللي الدوله بتحاول تعمله في اطار قدراتها. هي عايزه تعمل اكتر من كده؟ طبعا. عايزه تخلي تعليم احسن تعليم في الدنيا؟ اكيد. عايز تخلي الخدمه الصحيه اللي موجوده هي الافضل على الاطلاق وماله. لكن انت في فرق انك انت تحس ان مفيش فايده محد السائل، وفرق انك انت تجد ان في جهد بيتعمل وبترصده وبيرصده كل انسان مصري وانسانه مصريه على امتداد مصر بالكامل في اي حته. انا بتكلم النهارده في 7-8 مليون انسان شغالين، ما بطلناش شغل مش كده يا دكتور مصطفى؟ ولا هتبطله؟ مش هنبطل لغايه لما، عشان كده قلت لسالي لا ما تخافيش ابدا، هنفضل نشتغل لما نخليها بلد. لما نخليها ايه؟ بلد، بلد بجد. ومش هتبقى بلد بجد الا بينا كلنا، مش بالحكومه، لا لا، بينا كلنا بثقتنا في نفسنا، وقبل ما نثق في نفسنا في ربنا انه يساعدنا ونجتهد ونعمل. فيعني عايز اقول لك ايه، لما نحسن التعليم قوي هيبقى احنا قمنا بدور في الاتجاه اللي انت بتتكلم عليه. لما ننمي ونطور الاعلام بتاعنا والدراما بتاعتنا بشكل قوي هيبقى قمنا بدور في الاتجاه دوت. يعني المسجد والكنيسه بنحاول نقول تصويب واصلاح الخطاب الديني. احنا بنقول الكلام ده في اطار عنوان كبير. ايه هو العنوان الكبير؟ ان الوجود اللي احنا فيه ده خلقه ربنا، واللي بيحصل فيه من تطور مش خارج عن قدرته. يمكن تكون مش كل الناس تقبل مني او تقبل المسار ده او الفهم ده، لكن ده فهمي على كل حال. طيب تفتكر هيبقى في تقاطع بين اي دين، اي دين، وبين التطور اللي بيحصل؟ لا. هي القضيه فينا احنا ولا في الدين؟ في مين؟ ايوه، القضيه مش في الدين، القضيه في فهمنا، فهمنا للدين وترجمتنا ليه هي اللي بتخلينا نخبط في الحيط يعني. فده العنصر الثالث. اذا المدرسه لما نحسن فيها والجامعه ويبقى فيه انشطه ويبقى فيه تعليم متطور. تعليم متطور ايه في تقديري؟ يعني التعليم المتطور اللي هو يخلي عقلك عقل بتاع معرفه وبتاع وعي وفهم، مش عقل يتلقى وبس، لا، ياخد الكلام ويوزنه ويراجعه ويبقى مستعد ان هو يتعامل معاه بموضوعيه. هو ده لو احنا عرفنا نعمل ده، انا بقول لك مش هيبقى فيه اي خطر على مجتمعنا ولا على الاجيال القادمه، لان احنا بينا فاهمين قوي وعارفين قوي. ف يتبقى الدراما. وانا عايز اقول لك على حاجه، احنا حجم الحركه متسارع قوي يا احمد. هقول لك يا دكتور احمد لا تزعل، لا لا لا، هقول لك يا دكتور احمد، حجم الحركه اللي احنا بنعمله في مصر متسارع جدا. لما نخش نتصدى الملف بنعمل ايه؟ بنحاول ان احنا يعني نجيب اقصى حجم او اكبر قدر من العمل والتطوير فيه عشان يحقق الهدف بتاعه. حاولنا طبعا ان احنا، ما كنتش اقدر يا احمد ان انا كل الملفات اللي موجوده في الدوله وهي كثيره جدا جدا اتصدى لها في وقت واحد، ما اقدرش. فاحنا عملنا في خطتنا في الاول خالص اسبقيات واولويات، ومن كتر يعني مش عايز اقول الكلمه ديت يعني، لكن من حسن الطالع يعني انها كانت انت ما بتحسش بالتحرك داخل الاولويات اللي احنا بنعملها، ما بتحسش بيها، بتجدنا اتحركنا جوه الاولويه
وانت مش شايف ان احنا ما قلناش ايه يعني عاملين ايه احنا الان في الاوليه الفلانيه. لا 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 احنا رايحين لدي. ومش وبالمناسبه ده مش يعني برضو ده مش سياسه، لا ده لازم نعمل كده، لان انا مش انا كلنا لا نقبل القبيح في اي شيء في اي حتى في الممارسات الدينيه حتى ايه. امال ايه اللي انت قلته في الاول خالص هو عباره عن ايه؟ عن فهم ديني خاطئ. فهم ديني ايه؟ احنا مش عايزين فهم ديني خاطئ. وبالمناسبه الاعتقاد الخاطئ انا مش ضده بالمناسبه، واحنا المفروض ما نبقاش ضده. ليه؟ هو حر بس يخليه ايه؟ يخليه في حاله. يعني ما تجيش تقول لي انت بقى لازم تبقى متدين بالطريقه ديت وغير كده ما تبقاش متدين ونموتك. لا، ما تفرضش عليا فهمك واعتقادك الديني، لان لو سمحت بكده هقول لك طيب يبقى كل صاحب دين يرى ان دينه افضل ويفرضه على الاخر، مش كده؟ طب اشمعنى لما نيجي جوه الدين نفسه ما يبقاش فيه عندنا فهم لده، ان انا صاحب المذهب الفلاني شايف ان مذهبي افضل من المذاهب الاخرى. هو المذهب ده انت مرتاح معاه خلاص خليه، ما عندناش مشكله، ما تفرضوش علي. وانا مش هفرض علي، مش هفرض عليك لا فهمي ولا اعتقادي ولا مذهبي كده يعني.